اي نزينا جيت وحده لو واحد بيدين تلاحظني من زين حرفين احنا واحد بيدين بدون تصوير قام كوز زياده وبالغ في الارضاء واي محاوله قام صوت طلق واحد كذا كعت الكل شن بعد الارضاء ركوا بيد واحدة يسترخي زيادة يعني كأنما الحل لرضاءه الزايد انك ما تحتاجه يد واحدة انك تخفف وخروف اخرى في الحل ايش يقول سوي ستاعة وسارت وجايب ولعن جدا فلا تركب هنا واخر عني وركب بدوت وجوع وخاطر خذ الاسبوع وفي النهايه بتركه مره ثانيه كم تشتغل كم تشتغل هنا مو الحل ما في عندك مشكله عشان تواضع الحل بس كفي اني لما اقول لك اني ركبت بيد واحده زاد ما شان وركبت بيدين وهو اصلا متعود على يد واحده زاد ما شان موضوع لازم تزيد يتقبلها هذا اصلا منطقيا بتمر بيده شيء انك تجيش تخرج احد تصور يا اخي المقصد اني تحكمت في الحالتين دي منها هذا كوب خطا ما انت متحكم في الحالتين دي منها بس لما اقول لك اذا كانت بيد واحده يزين ما يشيل إذا احتر يزين ما يشين إذا استرخى وهجا ما يقول لا في أي أمر بس جسميا خامل شوي في ثقل لإعطاك ما تريد مو ثقل في الرقبة ثقل في الجسم ماذا يعطيك يبغى لما كان محتر يرضيك زيادة جسم نشيط وركوب الخطا بيحسك الثنتين بس هنا هو تعبان بيحسك زياده جسم ثقيل لكن لو كنت لو كان طاقته زياده ثم وقت احاسك زياده هذا النقص